بسم الله الرحمن الرحيم، مستمرين وياكم بموضوع تمثيل المعادلات في المستوى الاحداثي. مثال رقم 4، مثل المعادلة في المستوى الاحداثي y يساوي 2x تربيع ناقص 5. طلاب، مدام شفنا x بيها تربيع فراح نعتبرها معادلات تربيعية مو خطية، الخطية ما بيها تربيع. شلون احل المعادلات التربيعية؟ نختار قيم x من سالب 2 سالب 1 0 1 2، هاي عبارة عن زيت الاعداد الصحيحة. 5 قيم ثابتة، تأخذ لي دائما ذني بكل سؤال يحتوي على تربيع. بعدين نشوف الملاحظة الثانية من نكمل حل. طبعا المعادلة ما يحتاج رتبها، احنا بالأمثلة السابقة كانت المعادلة مو بدلالة واي، رتبناها سويناها بدلالة واي، هسه هي جاهزة بدلالة واي. مباشرة بالحل نسوي الجدول مالتنا. الخانة الأولى قلنا طبيعية، الثانية ايش قد ما تقدر كبرها، كبر لي الخانة الثانية. وهاي الخانة الثالثة والرابعة. بالخانة الأولى نخلي قيم x، الخانة الثالثة الناتج اللي راح يطلع لك y، والخانة الرابعة الزوج المرتب اللي راح أمثله بالمستوى الإحداثي x و y. بقت الخانة الوسط، الخانة الوسط أنزل بيها المعادلة بدلالة y، y يساوي 2x تربيع ناقص 5. هسه راح نجي ناخذ قيم x، قيم x سالب 2 سالب 1 0 1 2، هاي قيم x راح اعوضها بالمعادلة. وين اعوضها؟ اعوضها بمكان كل x، بمكان كل x ارفعها واخلي قيمة واحدة. باب انتبه زين، y يساوي 2 تنزل، وبمكان ال x اعوض سالب 2 الكل تربيع وانزل الناقص 5. y يساوي بالرياضيات احنا حتى نبدأ العمليات نرتبهن، اول شيء الاسس القوى، نتخلص من الاسس والقوى، بعدين الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح. هسه أول شيء ما أبدأ بالأسس، الاثنين تنزل، سالب اثنين تربيعها، السالب بالتربيع يروح لأن سالب في السالب موجب، التربيع هو ضرب العدد في نفسه، وتربيع الاثنين راح يكون 4 وتنزل الناقص 5. إيش راح يكون الناتج؟ 2 في 4 8، 8 أنقص منها 5 راح يكون الناتج عندنا 3. إذن النقطة الأولى سالب 2 ب 3، هاي نرمز لها بي 1. النقطة الثانية بنفس الطريقة، y يساوي 2 نعوض مكان ال x سالب 1 تربيع وتنزل الناقص 5. y يساوي ال 2 تنزل، تربيع السالب 1 1 ناقص 5. 2 في 1 2، 2 ناقص 5 راح يكون الناتج، دير بالك سالب 3 مو 3، 2 ناقص 5 مو 5 ناقص 2، جاي نقص صغير من كبير فراح يطلع لنا الناتج بالسالب. فالنقطة الثانية سالب 1 سالب 3، هاي النقطة الثانية. الثالثة 2 في 0 تربيع ناقص 5، الواي تنزل، 4 0 0 فراح تبقى 2 في 0 ناقص 5. 2 في 0 أي عدد أضربه بالصفر راح يكون الناتج 0، زين 2 في 0 0 راح يكون عندنا 0 ناقص 5، صفر ناقص خمسة، الصفر بالجمع والطرح ما له قيمة، نغطي ما له قيمة يروح، فراح يبقى الناتج عندك سالب خمسة، النقطة صفر سالب خمسة، هاي عندنا بي 3. النقطة الرابعة 2، عفوا ما سويناها بالأحمر للتوضيح، يلا نخلي بمكان الإكس واحد تربيع وتنزل الناقص خمسة، تؤدي إلى واي تساوي تربيع الواحد واحد، يعني راح يصير 2 في تربيع الواحد واحد ناقص خمسة. 2 في 1 2، 2 ناقص 5 نفس هذا كانت الصغير من الكبير، راح يطلع لك الناتج سالب 3 1 سالب 3، هذا ناتج البي 4. النقطة الأخيرة 2 في 2 الكل تربيع ناقص 5، عفوا هم نسويها بغير لون، يؤدي إلى y يساوي تربيع ال 2 4، يعني راح يصير عندك 2 في 4 ناقص 5، 2 في 4 8 ناقص 5 نفس الأولى يكون ناتجها 3، 2 3 هاي بي 5. طلب هاي صارت عليك هواي الكتابة هواي، أنت إذا تقدر منها طلع الناتج هذا لا تكتبه، عوضه مباشر تكتب الناتج يعطيك درجة كاملة، أنا سويتها لك للتوضيح. الخطوة الأخيرة نرسم المستوى الإحداثي. هذا المستوى الإحداثي، نحدد أكبر قيمة طلعت بالنقاط، أكبر رقم طلع عندنا 5، فراح نسوي من كل اتجاه 5 5 بالتساوي، بالمسطرة تسوي 5 5.
خلي يكون رسمك متساوي على مود يطلع العدد المسافات متساوية على مود يطلع الرسم عدل. نعين النقطة الأولى الأكس سالب 2 والواي 3. الأكس سالب 2 الأكس المحاور طبعا هنا أكس موجب عندك هنا الأكس سالب علمتك عليها بذاك المقطع هنا واي موجب هنا واي سالب. أكس سالب 2 من هالاتجاه 1 2 ما تأشر عليها لا تشوف الواي يشقد الواي موجب 3 يعني نصعد 1 2 3 هذا موقع النقطة الأولى هذا موقع النقطة الأولى بي 1. النقطة الثانية الأكس سالب 1 هذا الأكس سالب 1 الواي سالب 3 ننزل لي جوة سالب 1 الأكس سالب 3 الواي سالب 1 سالب 3 هذا يصير موقع النقطة بي 2. النقطة رقم 3 انتبه لي عليها زين احنا اتفقنا كل نقطة بيها صفر رسمها يصير على الخط مو على البياض مال الورقة. فهسه منو عندنا صفر الاكس مالك علاقة بيه منو عندك الرقم اللي وياه سالب 5 بالواي وين الواي السالب هاي هنا نخليها على 5 هذا موقع النقطة بي 3. النقاط اللي بعدها الاكس موجب 1 بسالب 3 الاكس موجب 1 والواي سالب 3 هاي النقطة الرابعة. والنقطة الخامسة موجب 2 الاكس موجب 2 بالواي 3 هذا موقع النقطة الخامسة. قبل لا ارسم لك الشكل اخذك هاي الورقة كلش مهمة يعني انت اذا تشوف هذا المقطع وبعدك ما حافظ هاي الورقة ما راح تفهم زين. اللي بعده ما حافظها ياخذ لها سكرين بعد السكرين يحفظها يلا يرجع يكمل. اختار لنا هاي القيم يعني المعادلة التربيعية الرسم يكون اما اتحاد اذا كان اكس تربيع موجب فبعض هنا بالسؤال ايش عندك الاكس تربيع منها ماكو شيء قبله يعني موجب فالرسم راح يصير على شكل اتحاد واذا سالب راح يصير تقاطع. والملاحظه اللي تفيدك بالحال ناتج واي يظهر تكرار لازم اكو تكرار بناتج الواي 3 3 سالب 3 سالب 3 فالرسم راح يكون من ابعد نقطه لوحدها واصعد بالشكل طبيعية في المعادلات الخطية وتمثيلها بالمستوى الإحداثي. الموضوع اللي بعده ميل المستقيم محضر لك أنا ملاحظات طريقة حل الميل ملاحظات حول الميل طبعا قانون الميل اللي قدام لازم تحفظه قبل لا تكمل كل شيء لازم تحفظ لي قانون قانون الميل الميل يساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 معناه التغير الصادي على التغير السيني زين شنو معنى y2 y1 x2 x1 هاي بعدين أنا أفهم لك إياها. أول خطوة تحفظ القانون الميل يساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 حفظت القانون وعلمتك بذلنا شنو أنا أريد ملاحظات النهاية الحال انتبه وياي من نجي نحل بالأخير. إذا كان الناتج مال حل مال الميل مالتك طلع موجب فاتجاه الميل نحو الأعلى بسيطات كلش موجب نحو الأعلى إذا كان الناتج سالب فالميل متجه نحو الأسفل لسه موجب أعلى وسالب أسفل. إذا كان الميل صفر فالميل يوازي محور السينات. أما إذا كان الناتج رقم على صفر يعني إذا كان عندي المقام صفر مو كله صفر المقام صفر إحنا بالمقام صفر ما يصير نقسم على مقام صفر فالميل يكون غير محدد غير محدد. لأن الملاحظات ضبط ليهن خلنا ننتقل للمثال الأول بأربع حالات أربعة رح نأخذها. مثال رقم واحد جد ميل المستقيم المار بالنقطتين يعني سؤال بحسابي أربع أسئلة راح أحل لك كل حالة على ما تعرف الحالات الأربعة تطلع لك. أنت حافظ القانون بس ما تعرف شنو x1 y1 x2 y2 طلع انتبهوا هنا زين. بالمعادلات التربيعية أخذنا هاي النقطة مثلاً 3 2 ومثلناها بالمستوى الإحداثي ولنفرض عندنا نقطة ثانية 4 سالب 3 هم مثلناها بالمستوى الإحداثي. هاي النقطة النقطة الوحدة تعرفها تتكون من x و y وايضا هاي منين تتكون من x و y شو تسوي تعطيها x و y وراها راح تجي تقول لي هاي قيمتها اسميها x1 هاي y1 هاي x2 هاي y2 واحد يقول يصير اسمي ذني 2 ذني 1 اي صح ما عندك اي مشكله المهم x1 y1 x2 y2 او x2 y2 x1 y1 المهم اثنين هنوان النقطه الواحده اثنين هنوان والنقطه الثانيه اثنين هنتو دير بالك الخربطه اللي تصير عندك. القانون مال الميل قانون الميل ما اخذ الوايات سوا والاكسات سوا بس من تجي تسمي النقطه انت اكس وواي يعني النقطه الواحده متكونه من اكس وواي ضبط هاي زين يلا تقدر تحل المثال. طبعا منها وجاي الاسئله كلها تعتمد على اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 وهاي التسميه كلش مهمه. يلا حتى نجد الميل مال هاي الاسئله عندي نقطتين اي وبي. اول خطوه اكتب القانون الميل يساوي هو التغير الصادي على التغير السيني
يعني y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. زين انا عندي نقطتين فوق. النقطه الاولى الاي مين تتكون وين راح تقول لي من x وy، والبي ايضا من x وy. المن يعجبك الطلوان انطيها صح، بس انا دائما ابدي بالبدايه لك احسن. بالبدايه x1 y1 ثاني واحده x2 y2. على هذا القانون راح نعوض القيم. الميل يساوي نبدي بالواي 2. من ياخذت الواي 2 موجب واحد، فالواي 2 قيمتها واحد ناقص الواي 1 7 على اكس 2 سالب 2 ناقص اكس 1 5. عوضت القيم من التسميه. نطلع الناتج مالتين. الميل يساوي واحد ناقص 7 سالب 6. نطرح الاشاره للكبير. هنا الاشارات مش شابهه، ناخذ وحده ونجمعك. واحد راح يقول سالب في السالب موجب، لا غلط، انا ما عندي في ما عندي اقواس حتى اقول سالب في السالب. اشارتين مش شابهه ناخذ وحده ونجمع، 2 زائد 5 راح يكون الناتج 7. دير بالك ما انتهى الحل، بها اختصار نشيل السالب ويا السالب راح يبقى 6 على 7. راح تتذكر دراسه هاي الملاحظات اللي كتبناها بدايه المحاضره، قلت لك احفظهن. إذا كان الناتج موجب وين متجه؟ نحو الأعلى. فهسه طلع لي الناتج موجب، راح أقول له الميل متجه نحو الأعلى. السبب لأنه موجب. نشوف المثال اللي بعده. نقطة رقم 2. أنطانا الإكس 1 ما بإشارة يعني موجب، تريد تخليها وتريد ما تخليها عادي، والواي سالب 2. راح نسميهم، هاي نسميها إكس 1، هاي واي 1. البي اكس 2 واي 2. نكتب القانون مره واحده. الميل يساوي واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. الميل يساوي، انتبه هنا شويه على التعويض، انتبه. واي 2 من ياخذت الواي 2 سالب 2، راح نكتب سالب 2 ناقص الواي 1 ايش قد؟ باوع سالب 2، ما راح نكتب هنا سالب 2، راسا اضرب السالب بهذا السالب. اعيد، الواي 2 سالب 2 ناقص الواي 1 هم سالب 2، فانت السالب لا تخليه هنا، راسا ضربه سالب في السالب موجب 2 على اكس 2. الاكس 2 4 ناقص الاكس 1 موجب 1. باع هنا ما صارت موجب لان العدد موجب، انا بس من يجينا العدد بالنهايه العدد اللي يجي العلي من سالب يغير الاشاره يسويها موجب. الميل يساوي اشارتين مختلفه نطرح والإشارة للكبير، إشارتين مختلفة نطرح والإشارة للكبير، هم مساوين فراح نطرحها مباشرة 2 ناقص 2 0، والصفر ما يحتاج إشارة هي متعادلة. المقام 4 ناقص 1 راح يكون الناتج 3. الميل يساوي 0 تقسيم 3 راح يكون الناتج 0. زين واحد راح يسأل إذا كان الناتج 0 شو راح يكون؟ يوازي محور السينات. فالميل يوازي محور السينات لأن الناتج طلع 0. تمام. نشوف الثالثة، النقطة الثالثة راح أسميها الأي أسميها X1 Y1 والبي أسميها X2 Y2. نكتب قانون الميل. الميل يساوي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1. الميل يساوي راح نعوض Y2 2 ناقص y1 5 اسويها موجب؟ لا، ليش؟ لان الخمسة موجب. لو الخمسة سالب اضرب سالب بالسالب موجب. على الاكس 2 4 ناقص باوع ايش قد الاكس 1؟ الاكس 1 سالب 1 وهذا سالب، فتضربهم يصيرون موجب 1. الميل يساوي 2 ناقص 5 نطرح بالاشارة الكبير سالب 3. 4 زائد 1 راح يكون الناتج 5. ما عندي اختصار هنا، هنا خسرت السالب ويا السالب، هنا ما عندي اختصار فراح يبقى الميل سالب. اذا كان الميل سالب وفق القاعده هاي، اذا كان الناتج مال الميل سالب فمتجه نحو الاسفل، متجه نحو الاسفل، والسبب لانه سالب. بقت عندنا الحاله الرابعه. ايش راح يطلع لك؟ لازم راح يطلع لك كميه غير محدده، كميه غير معروفه. يلا نسمي النقطه x1 y1 x2 y2. هسه المفروض تتمكنت من التسميه، نحتاجها بالمواضيع الجايه، ضروري تضبط التسميه. الميل يساوي قانون الميل y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 ويساوي. نبدي شو قيمه الy2؟ الy2 سالب 3 ناقص
ايش قد قيمه الواي 1؟ الواي 1 موجب 3 على الاكس 2 سالب 2 ناقص ايش قد الاكس 1؟ هو اللي عليها راح تقول لي سالب 2 وانا اقول لك عندي سالب، تصير موجب 2. الميل يساوي البسط، اشارات البسط متشابهه ناخذ واحده ونجمعها. ولا تقول سالب في السالب موجب، ليش؟ ليه ماكو ضرب بيناتها؟ ناخذ واحده ونجمعها. نجي على المقام، اشارات مختلفه نطرح، لاحظ المشابهه جمعت والمختلفه طرحت. الميل يساوي سالب 6 على 0 راح يطلع الناتج غير محدد، ميل لا يجوز القسمه على 0 فكميه غير معرفه، فالناتج مال الميل يكون غير محدد. يعني تكتب سالب 6 على 0 وتكتب له يمه غير محدد. هذا هو موضوع الميل.